بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحمد فتحي المحلاوي، أنا مهندس تنفيذي في شركة معدات كهرباء ميكانيكية. نفذت عدة مشروعات في فندق راديسون جوه القاهرة، أعمال إحلال وتجديد في فندق إنتر كونتيننتال سيمبليس نادي سيتي كلاب جوه. بصراحة كانت عندي خبرة في المجال العملي أو المجال التنفيذي في أعمال التكييف المركزي، لكن كان عندي مشكلة في الجانب النظري شوية، إن أنا عندي رغبة شوية إن أنا أعرف إزاي محتاج إزاي أعرف الاستشاري اللي بيصمم الشغل ده إن أنا أكون زيه أو فاهم هو بيعمل إيه. ما ينفعش أكون منفذ وخلاص، ما ينفعش أكون رئيس على عمالة بدون ما أعرف وصول الحاجة دي جت إزاي من الناحية النظرية أو من الناحية العلمية إزاي. فقررت إن أنا آخد كورس في الديزاين. فبصراحة جيت مع باشمهندس محمد نصير، لقيت الكورس ممتاز جدا، يعني حسيت بعديه ان انا الناحيه النظريه اللي كانت فاضيه جوايا اتملت. بقيت اتكلم من ناحيه الديزاين وانا كل ثقه وعارف انا بقول ايه. حسيت ان انا شامل الاثنين، من الناحيه العمليه وخبرتي اللي اشتغلتها في الكام سنه اللي فاتوا، والناحيه النظريه المعلومات اللي كانت فاضيه جوايا حسيت ان بقت كامله معايا الى حد ما ان شاء الله، يعني مع براكتس وممارسه بعد كده الدنيا تبقى تمام. الكورس ده كورس ممتاز جدا، كل حاجه بنسال عليها بنلاقيها، المحاضرات مترتبه بشكل كويس، لكتشر 1 2 3 4 5، كل محاضره فيها البرامج بتاعتها موجوده، فيها الكودز اللي بنشتغل منها، فيها شيتات اكسل موجوده بنشرح من اول القوانين النظريه الكامله بالاساس العلمي بتاعها بطريقه تكاد شبه ممله بالنسبه لبعض الناس، بالتفصيل الممل جدا في كل حاجه. بعد كده بناخد الاسس العلميه والشيتات الموجوده في اكبر المكاتب الاستشاريه في مصر بنشتغل عليها، وبعض البرامج اللي الناس بتشتغل بيها في السوق بناخدها برضه بالظبط بالتفصيل. فاذا احنا بناخد الاساس العلمي في الكتب زي قش وسمكنا والحاجات دي، بعدين بنبدا بعد كده ندخل على الشيتات الاكسل والبرامج اللي هي موجوده بنشتغل بيها. فالكورس يعني لحد ما بنسبه كبيره جدا موافي لاي مهندس استشاري يحب يشتغل الديزاينر في السوق عشان يقدر يفيده بطريقه كبيره جدا.